بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة اليوم لو سمعتوها قبل كده في أي ميديا في العالم ما عدتوش تسمعوني قبل كده. لو سمعت اللي أنا هقوله في أي مكان في العالم ما حدش عاد يسمعني بعد كده، واللي جاي هيكون أقوى من هذا، بس محتاج ناس تكون مفرغة نفسها كويس. الحلقة دي مش عايزة فواصل زمنية، تكون واقف وشاب ومخلص كل أمور حياتك ومفيش حد يقاطعك. تكلمنا في الحلقة الماضية كما في الصورة التي أمامكم عن التفاوت في سعة أبواب الجنة، وقلنا إن أقل باب هذا 1273، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. وقلنا في مؤتمر صحفي بصنعاء اليمن عن أحدث المعجزات العلمية التي توصل لها والتي تكشف صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال حديث نبوي عن قياس سعة باب الجنة. جاء علم المساحة الحديث في العصر الرائم يؤكد ما أخبره به نبي الإسلام قبل 1400 عام، وأوضح المؤتمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد مسافة ما بين مصراعي من مصاريع الجنة، المصراع اللي هو الباب، بمسافتين: مسافة في اتجاه الشرق ما بين مكة وهجر اللي هي أقصى شرق جزيرة العرب وهي التي الآن قطر والبحرين، ومسافة أخرى في اتجاه الشمال ما بين مكة وبصرة اللي هي في بلاد الشام في سوريا. وقال إنه لابد من تساوي هاتين المسافتين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهما مقياس لحقيقة واحدة هي مقدار المسافة بين مصراعي من مصارع الجنة. وأشار إلى أن أي مسافة بين المكانين متباعدين على الأرض لا يصلح فيها القياس اعتمادا على الطرق البرية، ولا بد فيه من القياس الجوي الذي لا تعوق عوائق التضاريس على الأرض. وفي عهد النبي لم يكن القياس الجوي متيسرا لأحد من البشر، ولفت إلى أنه بعد اختراع الطائرات والأقمار الصناعية في القرن العشرين الميلادي تمكن من قياس المسافتين جويا بخط مستقيم بين مكة وهجر وبين مكة وبصرة، ووجد أن المسافتين متطابقتين وتساويان مقدارا واحدا هو 1273 كيلومتر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا شهدت الأقمار الصناعية بصدق ما أخبر به النبي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عن المسافة ما بين باب الجنة. وخلص المؤتمر إلى أن هذه المعجزة التي أظهر صدقها الأقمار الصناعية اليوم وتشهد بصدق خبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في وصفه لسعة باب الجنة، فإن المتوقع أن ترى دلائل وشواهد علمية تشهد بصدق وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا به عن النعيم الذي يجده المؤمنون بعد دخولهم من باب الجنة. يبقى دي بترفع يقينك وتخلي الناس اللي أنفقوا في شيء من كتاب هبات الرحمن للمكسرين من الصلاة على النبي العالم أو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ينفقون الأكثر فالأكثر كلما توفر لهم وكلما تيسرت أمورهم. والناس الذين لم يلحقون بالركب فإن الكتاب سوف يطبع إلى أن تزهق أرواحنا إن شاء الله يوميا. ولكن أنا أخذكم في رحلة عقلية نستخدم فيها العقل شوية، وأرجو إن أنتم، أنا مش هقول لكم تحسبوا، ولكن أنا عملت لكم حساب تقريب الباب الجنة. هذا الباب هو الباب اللي هو الصغير اللي هو 1273. قلنا إن الباب ده تقطعه طائرة بسرعة 700 كيلومتر في الساعة في ساعة ونص. شوفوا ما يكون باب الجنة الطيارة تقعد ساعة ونص،
اما تدنو من فتحه الباب بالطرفه الاولانيه للطرفه الثانيه. تعال نشوف كده عرض باب الجنه 1273. طول باب الجنه 1273 في 2.5، 2.5 ليه؟ لان طول الباب بيبقى قد عرضه مرتين ونص. يعني باب الغرفه بيكون 90 سم، بتلاقي اما تضرب في 2.5 هتلاقي حوالي 225 سم اللي هو ارتفاعه. يطلع 3182 كيلو متر ونص اللي هو طول الباب في القياس. يعني احنا هنضرب بنعمل ايه؟ كاننا بنعمل كنموذج لباب الغرفه. يعني خلي بالكم معايا الوقت، انا باب الغرفه العرض الباب ده 90 سم غرفه النوم، الارتفاع ده بيكون 225. اما اضرب ال 90 في 2.5 تطلع تقريبا 225. يعني طول الباب بقدر العرض 250، تضرب في كام؟ في 250%، اضرب في 2.5 يطلع ايه الطول. اضرب الطول في العرض على اساس ان هو مستطيل، ده هذا بخلاف الدورانات، يطلع اكتر من 3182.5 كيلو. طيب مساحه، المساحه مساحه الباب، مساحه الباب بالدورانات، يعني احنا لما هنجيب المساحه مساحه باب الجنه 1283 في 3182 هتلاقيها تقريبا 4.25 مليون كيلو متر مربع. مساحه باب الجنه لما نضرب الطول في العرض 1273 في 3182.5 تطلع حوالي 4 مليون وكسر كيلو متر مربع. لو انت حسبت الدورانات اللي حوالين باب الجنه هتلاقي المساحه كام؟ 5 مليون كيلو متر مربع. بص معايا كده، خلي بالك دلوقتي انا اعتبر الباب اهو، لو علقناه من مركزه الهندسي هنا في جنزير في السماء مثل النجف اللي عندكم في البيت او الاباجور، هنعلقه فين؟ في السماء، وهنخليه ينزل يتجلى على الارض، يتجلى يتجلى. خلي بالك هيغطي من كره ارضيه مساحه كام؟ 5 مليون كيلو متر مربع. انتوا متخيلين الامر ليه؟ خلي بالكوا، دي باب مين؟ باب الجهنميون. باب واحد من منين؟ من السور الخارجي بتاع الجنه. باب واحد من الابواب الثمانيه. انتوا عارفين المساحه دي مساحه ايه؟ خلي بالك نرفع كده مساحه بعض الدول التقريبيه. يعني لو الباب ده نزل على الارض يغطي مساحه مين؟ ده مصر لوحدها 1 مليون كيلو متر، ليبيا 2 مليون. طب تعالى نشوف كده هيغطي ايه؟ بصوا كده عندكم اربع مساحات تقريبيه. الدولة والمساحة، مصر 1 مليون، والجزائر 2,382,000، ليبيا 1,760,000، لما تجمعهم 5 مليون. أكأن مصر والجزائر وليبيا لو فيه باب من باب الجنة هبط على الأرض يغطي الدول دي التلاتة، مفيش ولا سنتي يبقى ظاهر على وجه الأرض. طب السعودية 2 مليون وربع، والسودان 2.5 مليون، المجموع التقريبي 5 مليون. الباب لو نزل على السعودية والسودان يغطاها كلها. طب عندك نموذج ثالث، السعودية والجزائر وسوريا، المجموع بتاعهم كان 5 مليون. يعني باب الجنة يغطي مساحة السعودية والجزائر وسوريا. طب لو الباب هبط على الأرض يغطي إيه في النموذج الرابع؟ مصر والسعودية وليبيا، كام؟ 5 مليون. سبحانك يا رب. خلي بالك ده ملكك، ملكك أنت في الجنة. باب واحد، الباب ده من ذهب. الباب ده هو معمول منين؟ من الذهب الخالص. يعني نقول عيار مثلا 24، 100% ذهب خالص، ما فيش فيه سبائك ولا فيه لجائن ولا فيه اي ماده كيميائيه، غير الحلقه اللي موجوده على الباب. الحلقه دي هيمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرق بها الباب كي يفتح له.
زي ما هنشوف. ولكن نكمل ايه بعد كده؟ ده احنا دماغنا شات صدى. باب جنة بمساحة تقريبية، ده بنقرب المعنى في الدنيا اللي هو أقل باب، ده باب الناس المذنبة اللي عليهم ذنوب وعملوا بلاوي في الدنيا وربنا تاب عنه. مساحة الباب 5 مليون كيلومتر مربع. طيب اسمع بقى، خليك معاك. ده الباب سمكه كام؟ واحد منكم يقف كده ويمسك الباب الخشب بتاع الغرفة اللي واقع فيه. سمك الباب بيبقى 2 بوصة على ده. 2 بوصة يعني كام يا ناس؟ 5 سم. ال5 سم قد ايه من عرض الباب؟ اعتبر عرض الباب متر مش 90 سم. باب الشقة بيبقى عرضه متر. طيب يعني 5% من العرض. طب عرض الباب كام؟ 1273 اللي جابوه وكالة نصر فضل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه. اضربه في 5% يطلع السمك له كام؟ السمك له كام؟ السمك له كام؟ 60 كيلومتر. ياه، باب الجنة من جهة 5 مليون، سمكه كام؟ سمكه 60 كيلومتر. يعني لو جبت مسمار وقعدت تدق 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 عشان يطلع من الناحية التانية، المسمار يبقى طوله كام؟ اوعى تقول 60، لانه هيغص في الباب فين؟ في الباب. ولكن على الاقل 65 عشان ايه؟ يطلع من الناحيه الثانيه. السمك ده كام؟ 65. يا خبر ابيض. تخيل فيه باب مساحته 5 مليون كيلو متر وسمكه 60 كيلو وزاد. لو انت جبت شقه زي شقه البطيخ وخدت كده كيلو في كيلو، هيطلع كيلو في كيلو في 60 كيلو. ممكن نعرف حجمه؟ الحجم بيساوي ايه؟ حاصل ضرب الابعاد الثلاث، في الطول في العرض في السمك. جبتها لك اهو. حجم باب الجنه 60 في 5 مليون، 60 كيلومتر في 5 مليون كيلومتر، يطلع 300 مليون كيلو متر مكعب. ده مش 300 مليون كيلو جرام، ده 300 مليون كيلو متر مكعب. ده يا رب، انتوا عارفين المتر المكعب كام؟ يعني لما جيت متر متر في متر في متر مكعب اهو زي اللي قدامكم جيت، متر في متر في متر مكعب عشان كثافه الذهب عالي، يطلع المتر المكعب من الذهب وزنه كام؟ 19 طن. يا ربي يا ربي. احنا قلنا مساحه الباب بالدوران 5 مليون ومساحه الوطن العربي تقريبا 14 ل 15 ايه؟ 15 مليون كيلومتر. يعني الباب يعني 3 بيبان من ابواب الجنه اللي هي اقل جنه يغطوا مساحه الوطن العربي كله. طيب احنا قلنا باب الجنه حجم الباب 300 مليون، لو جالوا من وزن الذهب بالطن هنضرب 300 مليون في 19 بعد ما نحول الكيلومتر قد ايه؟ متر حولتها لك اهو، يطلع 300 بليار في ذهب في 19 6 تريليون طن. ده باب الجنه تكعيبه كام؟ 6 تريليون طن ذهب. طب ايه رايك نسبه وزن باب الجنه بالطن الى الاحتياطي العالمي اليوم؟ تلاقي ايه؟ 30 ألف مليار ضعف من الاحتياطي العالمي الموجود. يعني الذهب الموجود في بطن الارض من عند ادم عليه السلام الى قيام الساعه المستخرج والغير مستخرج
ما يساويش 10 سنتيمتر من باب الجنب في الوزن. كل ده ملكك ايها المتصدق المنفق. ما واحد بقى في ناس بتحب يعني يقول لك ايه، يحبوا يتلذذوا لما يبعتوا لنا احوال ويتأففوا، يقول لك يعني الكتاب ده هياخد له كام؟ 5000 ريال؟ 7000 ريال؟ ماشي مش مشكلة. ويعذبوك عشان يبعتوا الحوار. وفي ناس أول ما تبدأ ربنا بيبقى مسهلها الأمر على طول. دول الناس اللي ربنا يسهل لهم الأمر في الدنيا وفي الآخر. أما الناس اللي ربنا بعصر الأمور أمامهم سوف تتعصر أمورهم في الدنيا والآخرة. ولن يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. لما احنا بنعرف الناس بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة مقاله وعظمة وقدرة الله. أنت شفت الاحتياط العالمي من الذهب إجمالي الذهب في العالم 33,000 طن. 33,000. ولكن الذهب اللي موجود في باب الجنة تقدير على أساس مساحات حاجات عارفينها في الدنيا 6 تريليون طن ذهب تقدير. يا سبحانك يا رب. أنت عارف احتياط الذهب في الدول العربية كام؟ 1260 طن كما هو واضح أمامك. بالمناسبة مصر مكتوبة 75 طن ذهب و6 من 10، اشترت 44 طن و4 من 10 على أساس احتياطها تقريبا وصل ل125 طن ذهب الآن. فبعد أن كانت مصر في الرقم 41 على العالم أصبح ترتيبها 40. يا سبحانك يا رب. هنا دلوقتي تقدر تقول سعة ملك الله قد إيه؟ وربنا ادالك في الجنة قد إيه؟ وعشان تكون مع حبيبك محمد تعمل ايه؟ ولذلك اقول لكم كلمة أخيرة. في حد في الدنيا يقدر يفتح الباب ده؟ أنا عايز أقول لك باب واحد أهو. أنت تقدر تفتح باب الجنة؟ باب مساحته 5 مليون كيلومتر مربع وتخنه سمكه 60 كيلو؟ ما تقدر. طب هل يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفتحه؟ لا. في ناس بتطلع على المنابر تخطا تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اول من يفتح باب الجنه. غلط. امال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اول من تفتح له ابواب الجنه وليس يفتح. ليه؟ ان المسائل ايه؟ دي قوه كبيره لا يستطيع ان يفتحها الا ملك. لا يستطيع أن يفتحها إلا غلمان مخلدون. لا يستطيع أن يفتحها إلا حور عين. ليه؟ لأن دول ما همش مخلوقين من تراب ولا من طين. فأنت لك قدرة معينة محدودة. واحد يقول لي إحنا عايزين نستأنس بالكلام. نقول لكم هنقضي حلقة ممتعة مع حلق أبواب الحلق الجنة الحلق. هنقضي يوم مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أمام باب الجنة. نلتقي بكم في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.